هواوي بي 40 لا يقاوم، أسرع الهواتف، الصين ترد ومايكروسوفت الضحية، وإليك مواجهات أقوى الهواتف. أهلا بك في نشرتك. نعود مجددا مع المسابقات. اربح الساعة الذكية جي تي 2 الجديدة من هواوي، ساعة بمواصفات ممتازة. المطلوب شغلات بسيطة. اولا شارك النشرة على حساباتك، اشترك بقناة رقمي وفعل جرس التنبيهات. وفي شغلة اكثر بساطة، ادخل موقع جليم، الرابط تركناه اسفل الفيديو. على الموقع راح تظهر لك حسابات، المطلوب انك تتابعها، من بينها حساب هواوي اريبيا على انستغرام، وتجاوب على هذا السؤال اللي بيظهر عندك على الشاشة واختر الجواب الصحيح. السحب في حلقة نشرتك الأحد القادم 22 من ديسمبر. ونبدأ مع قنبلة هواوي القادمة، تسريب أول صور لهاتف بي 40. هناك تطور تاريخي على البطارية، لكن لا يبدو أننا سنرى تصميماً جديداً. بعد أسابيع قليلة من إطلاق شركة هواوي هاتف Mate 30 Pro في الإمارات، جاء الدور الآن للعمل على عائلة هاتف بي 40، والذي تستعد شركة هواوي لإطلاقه في 2020. ونشر أكثر من حساب على تويتر تسريباً لمواصفات الهاتف بي 40 مع صورة مسربة. الصورة تظهر أنه سيأتي بكاميرات مصممة ضمن إطار عمودي على يسار الظهر. أما في الواجهة فيظهر أن الهاتف سيأتي بكاميرا أمامية مع ثقب بالشاشة على طريقة هاتف جالاكسي S10. أما المواصفات المسربة فذكرت أنه سيأتي مع شاشة الشلال من نوع OLED، المقاس 6.5 إنش مع دقة كواد HD، وستعمل الشاشة مع معدل تحديث حتى 120 هرتز، وهي التقنية التي تستعد سامسونج لإضافتها مع هاتف جالاكسي S11 القادم حسب التسريبات. وبالعودة إلى P40، ادعى الحساب أن الشاشة سوف تحتل 98% من المساحة الكلية، وسيأتي الهاتف بكاميرا خلفية خماسية العدسة، إحداها بدقة 64 ميجا بيكسل مع مستشعر سوني بفتحة عدسة 1.7، وكاميرا بدقة 20 ميجا بيكسل، وكاميرا ألترا وايد للتصوير العريض، وعدستا تقريب بصري وأخرى للتصوير الماكرو. ولعل أبرز ما يميز الهاتف أن البطارية ستأتي مع مواد الجرافين بشكل مبتكر على الأقطاب الكهربائية الموجبة والسالبة لبطارية الهاتف. هذا يجعل ساعة بطارية بي 40 تصل إلى 5500 ميلي أمبير، لكن حجمها لا يتجاوز 70% من بطارية الليثيوم. ويمكن شحن 70% من ساعتها في ظرف 45 دقيقة فقط عبر شاحن 50 واط. وحين سئل صاحب التسريبات عن نظام التشغيل إن كان هارموني أو إس أو أندرويد، فأجاب بأنه سيكون أندرويد، لكن دعونا لا ننسى أن هناك نسخة لايت، وقد ظهرت التسريبات المصورة أنه سيكون بتصميم مشابه جدا لهاتف نوفا 6 SE الذي كشفت عنه هواوي مؤخرا، وسيأتي مع معالج كيرن 810 وشاشة 6.4 إنش. ويبدو أن هواوي أعجبها تصميم الكاميرات الخلفية في إطار مربع. نشرت منصة أنتوتو قائمة مثيرة للجدل عن أسرع 10 هواتف لشهر نوفمبر. سؤال مهم جداً، أين الآيفون؟ أجرت منصة أنتوتو تصنيفها لشهر نوفمبر من حيث أفضل 10 هواتف رائدة وأفضل 10 هواتف متوسطة من حيث الأداء. جاء في المرتبة العاشرة في قائمة الهواتف الرائدة هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس 5G ونوت 10 بلس في المرتبة التاسعة بفارق ضئيل بينهما. ثامناً ايسوس زينفون 6، بينما جاء في المرتبة السابعة هاتف ريدمي K20 برو بريميوم إديشن، بينما ون بلس 7 في المركز السادس ونسخة برو في المركز الخامس. مع العلم أن الهواتف من المركز الخامس وحتى العاشر متقاربة في النقاط التي سجلتها. وجاء رابعاً هاتف ريلمي X2 برو، أما ثالثاً فعادت ون بلس لتفرض نفسها بهاتف 7 تي برو، ثم عادت لتهيمن على المركز الثاني بهاتف 7 تي، بينما في المركز الأول جاء هاتف ايسس روغ فون 2 والذي يعمل برام 12 جيجا بايت. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن نتائج اختبارات أنتوتو لا يؤخذ بها كاعتبار أساسي لتقييم أداء وحدة المعالجة المركزية، إلا أن المنصة تعطي شيئاً من الواقع. فالأداء يحكم عليه من الاستخدام وطبيعة الاستخدام والعتاد داخل الهاتف مثل المعالج والرام، إضافة إلى واجهة الاستخدام وطبيعة المستخدم نفسه.
في الهواتف المتوسطة احتل ريدمي نوت 8 برو الصدارة، والمركز الثاني ذهب إلى أوبو رينو 2، المركز الثالث مع هاتف مي 90. الملاحظ هو غياب هواتف آيفون عن القائمة دون توضيح السبب، لكن يعتقد أن الاختبارات شملت هواتف أندرويد فقط ولم تشمل الآيفون، لأن آيفون 11 سريع بما يكفي ليكون ضمن قائمة أسرع هواتف العالم. كنا نعتقد أن الأمور أصبحت إيجابية بين الولايات المتحدة والصين، لكن الصين أخذت قراراً خطيراً والضحية مايكروسوفت. في الوقت الذي تم الإعلان عن تقدم إيجابي كبير بين الصين والولايات المتحدة حول الاتفاق التجاري الجديد بين البلدين، الطرفان وافقا على وقف الضرائب المستقبلية، إزالة الضرائب السابقة تدريجيا، ورفع مستوى الواردات، لكن هذا لا يعني أن ثمة قرارات انتقامية لا زالت تحت الطاولة. صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن الحكومة الصينية أصدرت أمراً بالتخلص من نظام التشغيل ويندوز في المكاتب والمؤسسات الحكومية الصينية، وكل المعدات والبرامج المعلوماتية الأجنبية المنشأ من المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة في فترة أقصاها 3 سنوات. هذا القرار ضربة لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل اتش بي وديل ومايكروسوفت، ويعد رداً على محاولات واشنطن الحد من استخدام التقنيات الصينية. وذكرت الفاينانشال تايمز أن القرار يعني التخلص من 20 إلى 30 مليون جهاز كمبيوتر، وأن هذه المهمة ستنطلق في عام 2020. وقال محللون للصحيفة إن 30% من التغييرات ستتم في عام 2020، بينما ستتم 50% منها في عام 2021، أما 20% المتبقية فستنجز في عام 2022. يذكر أن استبدال هذا الكم الهائل من المعدات والأجهزة والبرمجيات مسألة معقدة وصعبة، خصوصا مع وجود كم كبير من الأجهزة المستخدمة في الصين تعمل بموجب نظام تشغيل ويندوز الذي تنتجه مايكروسوفت، وتميل مكاتب الحكومة إلى استخدام حواسيب من إنتاج شركة لينوفو الصينية IBM سابقا، ولكن الأجزاء التي تدخل في إنتاج هذه الحواسيب بما فيها معالجاتها الرئيسية وأقراصها الصلبة تنتجها شركات أمريكية. هو شيجين رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية قال إن الحظر الذي تفرضه شركات التكنولوجيا الأمريكية على أواوي لن يكون مميتا بالنسبة للشركة الصينية، لأن أواوي تخطط الآن لتطوير صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية بحيث تنافس ما تنتجه الولايات المتحدة. انتهى الدور الأول من بطولة حلبة تقنية، الدور الثاني يعني مواجهات قوية وشرسة. نتعرف الآن على المواجهات. في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لسحب قرعة دوري أبطال أوروبا، تشمر شركات التكنولوجيا عن سواعدها لخوض نزال حلبة تقنية على قناة رقمي وصفحاتها، حيث اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الثاني. آيفون 11 برو ماكس يضرب موعداً مع شاومي K20 برو، مواجهة قاسية انتهت بفوز الآيفون. في المواجهة الثانية واصل هاتف جالاكسي نوت 10 بلس الضرب بقوة رافضاً أي مفاجآت، معلناً نفسه مرشحاً فوق العادة للوصول إلى النهائي، وهزم هذه المرة شاومي مي 9 برو. أما المواجهة الثالثة فهي التي ستجعل أواوي تقف حائرة بين القلب والعقل، وذلك حينما سترى هاتفاها يتصارعان بلا هوادة، مي 30 برو ضد بي 30 برو. في المواجهة الأخيرة من الدور الثاني سنرى كلاسيكو نهائي مبكر، أبل تسعى لإنقاذ وجودها في البطولة، آيفون 11 متحديا جالاكسي S10 بلس. البطولة مستمرة وهناك مواجهات قاسية شرسة لا تفوت مشاهدتها والتصويت للهاتف الأقوى في نظرك، وسوف تستمر التصفيات حتى وصول هاتفين للمواجهة النهائية. تستطيع المشاهدة والتوقيت الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة على صفحتنا، وللتعرف على بقية مواعيد المواجهات تابعونا على صفحاتنا. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا، هل يستخدمون المساعد الصوتي في أجهزتهم؟
قال نحو 57% أنهم لا يستخدمون المساعد الرقمية في هواتفهم أو الأجهزة المنزلية بعد، خاصة عند الحديث باللغة العربية وباللهجات المختلفة، فهو بطيء الاستجابة ويحتاج للمزيد من الدعم والتطوير، ويتمنون أن يتحسن بمرور الوقت، مؤكدين أنه وحسب تجربتهم الأولية للمساعد فإنه يحتاج إلى الدقة في تنفيذ الأوامر. وختم أحدهم بهذا المثل الشعبي: تعب إيديك ولا تعب لسانك. أما نحو 43% فقد قالوا إنهم يستخدمون المساعد ولكن ليس في جميع المهام، بل في أبسطها مثل الاتصال بأحدهم وفتح التطبيقات وربما للدردشة مع شخص افتراضي عند الملل وطلب بعض النكات منه كاستخدام ترفيهي. وقال أحدهم إنه يفضل تجربة استخدام المساعد باللغة الإنجليزية فقط لأنه يكون أكثر دقة في تنفيذ المهام مع هذه اللغة. والأخير قال إن المساعدات الصوتية ستصبح على الأرجح جزءا لا يتجزأ من حياتنا في المستقبل، وما هي إلا مسألة وقت حتى يصبح استخدامها مكثفا. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. للمشاركة تابعونا كل يوم اثنين على صفحاتنا. والآن أهم الأخبار. نوكيا تكشف عن الهاتف نوكيا سي 1 بسعر لا يتجاوز 59 دولار، يحمل شاشة 5.4 إنش ورام 1 جيجا بايت. سامسونج تبدأ في إرسال تحديث الأندرويد 10 للهاتف جالكسي نوت 10 في ألمانيا حاليا وسيتوفر بشكل تدريجي للجميع. سامسونج تكشف عن الهاتفين جالكسي A51 و A71 ضمن فئة الهواتف المتوسطة، ترقبوا تقريراً من رقمي عن الهاتفين. مايكروسوفت تكشف رسمياً عن جهاز الألعاب إكس بوكس سيريس إكس، يحتوي على معالج مصمم خصيصاً من AMD وذاكرة داخلية من نوع SSD، ويدعم دقة 4K على 60 و120 إطار ودقة 8K، وقالت أنه يوجد 15 استوديو حالياً لتطوير الألعاب. سيتوفر الجهاز في عطلة الأعياد لعام 2020. تسريب يؤكد أن الإعلان عن جالكسي S11 سيكون يوم 18 من فبراير لعام 2020، وأن سامسونج تخطط للكشف بجانب S11 عن هاتف قابل للطي جديد. طريقة الطي فيه ستكون عمودية. مايكروسوفت تعلن عن توقفها بشكل كامل دعم نظامها ويندوز 10 موبايل، وتوصي أصحاب هذه الأجهزة بالانتقال إلى أندرويد أو iOS. أوبو تحدد رسمياً يوم 26 ديسمبر موعداً للكشف عن سلسلة أوبو رينو 3، وسوف تكون عبارة عن 3 هواتف من بينها نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس. تابعونا للتغطية المباشرة. لا تنسى الاشتراك في المسابقة وانتظروا اسم الفائز الأحد القادم. إلى اللقاء. اربح الساعة الذكية GT2 الجديدة من هواوي، ساعة بمواصفات ممتازة، المطلوب شغلات بسيطة. أولاً شارك النشرة على حساباتك، اشترك بقناة رقمي وفعل جرس التنبيهات، وفي شغلة أكثر بساطة، ادخل موقع جليم، الرابط تركناه أسفل الفيديو. على الموقع راح تظهر لك حسابات، المطلوب إنك تتابعها، من بينها حساب هواوي أريبيا على إنستغرام، وتجاوب على هذا السؤال اللي بيظهر عندك على الشاشة واختر الجواب الصحيح. السحب في حلقة نشرتك الأحد القادم 22 ديسمبر.